اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن برنامج ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. انتهت مؤخرا الانتخابات المهني للمحامين مخلفه ضعف تمثيليه النسائيه. هذا الضعف جعل التنسيقيه المحاميات من اجل المناصفه يعني يتصدى لهذا الامر في شخص الاستاذه عائشه القلاع اللي هي المنسقه، وصدر مؤخرا بلاغ يدين هذا ضعف التمثيليه العائد لمجموعة من العوامل ومجموعة من الأسباب. من أجل الاطلاع على هذه الأمور نستضيف ضمن هذه الحلقة من برنامج ضيف وقضية الأستاذة عائشة القلاع المحامية والحقوقية. أستاذة عائشة القلاع، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة سي منير. شكرا. قبل في حقيقة ما نناقشوا هذه المسألة ديال تمثيلية المحاميات داخل الهياكل، يعني انتخب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان والأمران المترابطان حقوق الإنسان وحقوق داخلين وخارجين، شنو التعليق ديالك وأنت المحامية والحقوقية على هذا الانتخاب وترأس للمغرب لمجلس حقوق الإنسان ضمن الأمم المتحدة؟ طبعا شكرا اولا على انك ذكرتي بهذه المساله ديال فوز المغرب برئاسه مجلس حقوق الانسان بجنيف. مجلس حقوق الانسان هيئه حكوميه دوليه من ضمن الهيئات ديال الامم المتحده. طبعا لا يمكن الا ان نعتز كمغاربه بهذا المهمة اليوم اللي توصلها المغرب. طبعا هي اعتراف بالمجهودات اللي قام بها المغرب يعني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، يعني مجهودات كبيرة. هي كذلك جواب لكل من يحاول تشويش على المسار سواء من الداخل أو من الخارج على مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالمغرب. طبعا هذا النهوض بحقوق الإنسان في المغرب اللي مسار طويل لمدة عقود، يعني من تقريبا من التسعينات أواسط التسعينات مع الراحل الحسن الثاني، مع إلغاء ظاهر كل ما مشئنيه 1935 ديال إنشاء هيئة التحكيم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومن بعد منه المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس. يعني هذه العدالة الانتقالية اللي المغرب تصالح فيها مع ماضي الاعتقالات والنضالات لسنوات الستينات والسبعينات والثمانينات اللي ضحوا فيها مناضلين ومناضلات، يعني من أجل الديمقراطية، من أجل ديمقراطية الدولة وديمقراطية المجتمع. طبعا مسار طويل توج كذلك بالجواب على الحراك الذي عرفه المغرب في 2011 بدستور 2011 لتنفيذ استرات مجموعة ديال المؤسسات، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوسيط، المعهد ديال الجالية، يعني مجموعة ديال الخطوات سواء مؤسساتية أو تشريعية، كل ما يتعلق بالنهوض بحقوق النساء بالأطفال. يعني كاين خطوات مهمة في مجال تكريس والنهوض بحقوق الإنسان في المغرب. ما نساوش كذلك الدفاع على كل ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة في المغرب، القوانين اللي كتعلق بالمهاجرين. يعني كاين عمل كبير داخل المغرب كما قلت على المستوى المؤسساتي على المستوى القانوني. يعني كاين تم ظهوراته في المجتمع واللي أهل في علاقات المغرب مع الخارج كذلك، والمساهمة ديال المغرب في مجموعة ديال المبادرات خارج الوطن، وهي اللي خلات اليوم أن المغرب يفوز في تصويت سري لأول مرة، لأنه ضمن المجموعة الإفريقية، والمجموعة الإفريقية هي التي كان الدور ديالها في تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان. ورغم ترشح جنوب إفريقيا استطاع المغرب، لأنه غالبا يتم التوافق على مرشح كل مجموعة على مرشح واحد. المغرب اليوم كانت هناك منافسة من طرف جنوب إفريقيا ولكن حاز على 30 صوت. هذا اعتراف، وهذا كي يزيد يقوي ويشجع المغرب أنه يواصل المسار ديال النهوض بحقوق الإنسان اللي هو كما أقول
واحد المجال اللي ثري وغني وفيه عمل كبير مازال كينتظرنا، ومنه الموضوع ديال هذا هو الموضوع ديال تمثيل وتمكين النساء في العموم في المغرب وتمكين المحاميات كذلك. طبعا حقوق النساء هي جوهر حقوق الانسان ككل، ومنها غادي نطرقوا كما قالت الاستاذه عائشه قلنا التمثيليه النسائيه للمحاميات داخل الهيكل على خلفيه الانتخابات المهنيه اللي جرات مؤخرا. يعني بلغه الارقام عندنا تقريبا 21 فقط محاميه ضمن مجموع ديال المحامين ضمن 17 هيئه، عدد ضعيف جدا. السؤال، هل نحن امام غياب ام تغييب ام اقصاء للعنصر النسوي في الهياكل المهنيه للمحامين؟ طبعا هذه محطه اليوم ديال الانتخابات، وحنا انتظرنا صدرنا كتنسيقيه بلاغ راه يعني في جميع المواقع والوسائل الاعلام توصلت به باش نصدروا واحد الموقف، لان اليوم هذه محطه اللي المفروض اننا نجلسوا من اجل تامل وتقييم هذه المرحله. ونحن بعد دستور 2011 ونحن اليوم في الورش الحقوقي من اجل تعديل مدونه الاسره لسنة 2004 جابت مجموعه من المكتسبات، ولكن كنقولوا المجتمع تطور ومجموعه ديال التحولات اللي خص قانون مدونه الاسره تواكبوا. نحن نخبه المجتمع محامين ومحاميات لا نرى هذا الانعكاس ديال هذه التحولات في الوسط المهني. اليوم مع الاسف وانا اقولها يعني واتحمل مسؤوليتي، تراجع كبير في الوسط المهني لا على المستوى الفكري ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى المهني، لا في علاقات المحامين مع مؤسساتهم ولا في علاقات المحامين ومؤسسات المهنيه مع المؤسسات خارج المهنه سواء قضاء او غيرها من المؤسسات. يعني كاين هناك تراجع كبير، الجميع يقر بهذه المساله. مع الاسف اصبح الموضوع ديال تمكين المحاميات من حقهن في تدبير شؤون المهنه مساله ثانويه ليست من الاولويات، مع العلم ان اليوم ملي كنتكلموا على تبوء المغرب المكان على المستوى الدولي المفروض انه من بين الامور الاساسيه وتمكين النساء في الاستعراض الدوري الشامل اللي كان اظن في دوجنبير مؤخرا في جنيف، واللي كان حاضر فيه وزير العدل من اجل يعني اعطاء الحصيله، وفين وصلنا في التوصيات السابقه واش يمكننا. من بين الاسئله الجوهريه كتطرح مساله تمكين النساء، كيف اليوم في وسط النخبه المثقفه اللي المفروض انها تكون الاولى اللي كتبنى وكتدافع على قضيه اللي هي سي لا بون كوز، قضيه عادله ديال المحاميات. مع العلم المحاميات كينوبوا في الملفات بحالهم بحال زملائهم المحاميين، المحاميات كيأديو الضرائب بحالهم بحال المحامين، المحاميات كيشغلوا يد عامله في مكاتبهم بحالهم. يعني لماذا الاقصاء من تمكين النساء من مركز القرار اللي هو الهيئات اللي هو النقابات؟ كيف يعني انا كنتمنى المسؤولين اليوم في المهنه على جميع في جميع الهيئات على جميع المستويات يطرحوا السؤال، كيف اليوم في 2024 ما تمكناش تكون عندنا نقيبه في المغرب بعد السنوات كلها؟ بعد السنوات كلها ما عندناش نقيبه في المغرب. يعني من المؤسف اننا في اليوم في المهنه يعني في وسط النخبه المثقفه اللي قاريه واللي واعيه واللي كتدافع عن الحقوق والحريات يعني يتم إقصاء وتهميش المحاميات، بل أكثر من هذا المحاميات كيتوضعوا كاحتياط انتخابي باش يجيوا يديروا حملة ويصوتوا على زملاء ديالهم، في حين أن التواجد ديالهم مهم في إطار نهوض حقوقهم كمحاميات في إطار تدبير شؤون ديال المهنة، لأن المهنة وتدبير شؤونها ليست حكرا على المحامين ولكن هي أمر اللي كيهم الجميع. مع العلم مثلا الدار البيضاء تقريبا ثلث العدد المحامين المسجلين بهيئه الدار البيضاء ثلث محاميات على الاقل. عندنا جوج ديال المحامين في الهيئه على الاقل في على الاقل ثلث في مجلس من 22 عضو نقيب 21، يعني على الاقل المفروض انه يكون ثلث على الاقل على الاقل
نواكبوا مؤسسات اخرى، المجلس الاعلى للسلطه القضائيه اللي فيه نساء يتم تعيينهن من طرف صاحب الجلاله ونساء منتخبات يعني وتحدات. اليوم هذا هو النقاش الحقيقي اليوم داخل المينا. مع الاسف كنا كنتمناو ان يكون وعي حاصل يعني بشكل مبدئي بشكل يعني عادي ان التمثيليه ديال الزميلات في مينا زميلات المحاماه. واش هو كاين خلل في القوانين ام في العقليه ام ماذا؟ في كل شيء. اولا انا قلت في البدايه كاين تراجع في مهنه المحاماه، كاين واحد التراجع كبير في مهنه المحاماه، والنقاش اليوم حقيقي اذا لم يتحمل اهل هذه المهنه واصحابها المسؤوليه ديالهم ستمس المهنه، وهذا صغناه في البلاغ ديالنا، ستمس المهنه في نبله واستقلاليتها، سيتدخل الاخر في مهنه المحاماه الا ما تحملوش اصحاب المهنه مسؤوليتهم في تدبير طبقا للقواعد القانونيه طبقا لاعراف المهنه وتقاليدها. غادي تمس المهنه في استقلاليتها، وهذه مساله اللي يعني نحن لا نقبلها كمحامين، ولكن خص المؤسسات تحمل مسؤوليتها في كل ما يتعلق بالمهنه، سواء في انتخابات، في تدبير، في علاقتها بالمحامين، في التاديب ديالهم، في مراقبتهم. امور بسيطه، اليوم داخل المحاكم اي مواطن كيمشي للمحكمه كيقول لك المحامين ما كيلبسوش هندام محترم كمحامين. هذه ملاحظه كيلاحظوها اهل المهنه واصحابها، وكيلاحظها المواطن العادي. اليوم المهنه خصها تسترجع الهيبة ديالها، واللي غادي يرجع الهيبة ديالها هما أصحابها أولا، هما المسؤولين اللي كنصوتوا عليهم خصهم يتحملوا هذه المسؤولية. اليوم هذا التراجع اللي كاين، لأن أنا كنقولها كان النقاش سابقا في الهيئات خصوصا في لحظات الانتخابات كانت نقاشات فكرية بين تيارات ومرجعيات مختلفة. اليوم يغيب هذا الأمر في الهيئات وفي الانتخابات وفي المحطات وفي الاستحقاقات المهنية، يغيب بشكل كلي. هناك اليوم علاقات شخصية وعلاقات قبلية ونوع من الوعود الامتيازات إلى غير ذلك، وهذه مسألة اللي غير مقبولة بتاتا. محطة تواصلية كيف ما كتسموها لك انتخابوية، يعني حتى هي فيها ما يجري على الانتخابات العامة، أحيانا يوجد انتخابات المهنية للمحامين. إيه الاستحقاقات العامة يعني في المجتمع يمكن تحاول تلقى لها تبرير رغم ان كل الخروقات غير مقبوله، ولكن ملي كتلقى المواطن امي وضعيه ديال الهشاشه والفقر الى غير يمكن تقدر، ولكن وسط المحامين هذو النخبه كما اقول مثقفه اللي خص تكون عندها مرجعيه ومبادئ وعندها وعي وعندها ثقافه وحموله فكريه. مع الاسف هادشي هذا هو التراجع اللي كنقولوا، واخطر اخطر وضع تعيشه مهنه كمهنه المحاماه هو هذا الوضع ديال الهشاشه الفكريه داخل. نرجعوا لهذا الموضوع ديال التمثيل، انت دعيتوا في نفس البلاغ ديال تنسيق المحاميه من اجل الانصاف، هو المساله ديال من اجل المناصفه دعيتوا الحكومه انها تسن قوانين. شنو تصور ديالكم لهذه القوانين؟ كيف ممكن تسنوا قوانين من اجل يعني تمكين المراه المحاميه من تولي مصادر مراكز القرار؟ انا كما قلت سابقا باش يعني نسترسل في كلامي سيمونير، هو ان هذا الوضع اثر اولا على وضعيه المحاميات داخل الهيئات، وحتى العقليات كما قلت، لان ماشي غير القانون ولكن كاين عقليات اليوم وكاين تراجع يعني ملحوظ، ولا واحد التيار محافظ داخل المهنه المحاماه. التيار اثر طبعا على ان المحاميات ما كيتشجعوش يترشحوا، لان ماشي هما اللي اختاروا، ولكن هذه العقليه الذكوريه السائده كتخليهم يتراجعوا. ثانيا حتى المحاميات اللي كتكون ياخذوا البادره ويتحملوا مسؤوليات ديال الحمله الانتخابيه والصراع ويتواصلوا مع المحامين والمحاميات من اجل يعني شنو، من اجل هذا مؤسسات تطوعيه ديال نعم. تدبير شؤون المهنه يعني اللهم الا كانت مسائل اخرى ما كنعرفوهاش حنا تجري وراء الستار، ولكن كنظن هذه تطوع بالنسبه للمحامين باش يؤديوا مهام وتدبير مهنهم باش يبقاو مستقلين وما يمكنش تدخل فينا جهه اخرى نعم. في تدبير شؤون المهنه.
ما كيتشجعوش، وحتى اللي كيتشجعوا كتم مهاجمتهم احيانا، حتى كيوصلوا حتى للتشهير بهم والمس في حياتهم الخاصه الى غير ذلك. كل هذه امور كتخلي المحاميه يعني يفكروا اكثر من 100 مره باش يمكن لها تقدم وتخوض غمار الانتخابات. نفس الامر توجهنا وحنا حللناه بشكل مفصل يعني في البلاغ، ولكن من بين التوصيات هو انه يتوضع مقتضيات قانونيه اللي كتضمن المساواه. عندنا الفصل 19 كيقول المساواه، عندنا الفصل 164 اللي كيقول الهيئه ديال المناصفه. يعني هذه امور اللي لم توضع عبثا في المقتضيات الدستوريه، في المبادئ الدستوريه، يعني خص تفعيلها على مستوى القوانين. نناقش مرحليا وانتقاليا كاجراء الكوطة. اليوم ولا فرض ذاته. هناك من يقول لا خص المحاميه ينزلوا، ولكن انا اسمح لي، اولا نسبه المحاميه الضعيفه، بالنسبه الثانيه العقليه السائده ما غتمكنش المحاميات في انهم لا غير واحد مساله استاذه شكلاء، ملي كنقولوا العقليه السائده ماشي ضروري ذكوريه 100%. لا ذكوريه. انا نعطيك مثال، في اكادير كانت النقيب السابق المنتهي توليته قام بواحد الدوريه ربما هذا انه كيشجع تصويت النساء في واحد الثلث، ولكن النساء محاميات طعنوا في هذه المساله هذه، كيف تفسر هذا الامر؟ ماشي النساء محاميات اللي طعنوا، يمكن راه العقليه الذكوريه سائده عند النساء. هذا الشيء بغيت نقول لك لا يعني. راه حتى عند النساء سائده العقليه، راه هذا الشيء اللي قلنا حنا في البلاء. قلنا عقليه ذكوريه، العقليه الذكوريه لا تقتصر على الرجال. حتى النساء كيساهموا فيها ومقتنعين بها وكيمارسوها في حياتهم لا المهنيه ولا، لانها تربات على هذه المساله وتربات بان اي امراه أضعف من أي رجل، وأي رجل واخا يكون ما عندوش تا إمكانية ولا كفاءة هو أحسن من أي امرأة. يعني هذه العقلية السائدة، والعقلية كما قلت عند النساء والرجال. أكادير هذه حالة مع الأسف اللي ندينها بشكل يعني واضح. تدين المدى طعن في القرار ديال لا إيه، لأن منين ياخذ سيد نقيب مبادره ديال تشجيع تصويت ويديرها كمقتضى في النظام الداخلي ويتم الطعن فيها من طرف زميل، علاش؟ لانه يعتقد بان الزميله منافسه وما من حقهاش تكون في المجلس. الى مكننا هذا الشيء، علاش حنا كنقولوا كتنسيقيه اطار البلاغ اللي صدرناه، وفي قناعتنا هذه قضيه عادله. اليوم كاجراء انتقالي المفروض تفرض الكوطة في القانون. المشروع اليوم المتعلق بتنظيم مهنه المحاماه طور النقاش عند الحكومه، وغادي يتقدم للبرلمان وغياخذ المسار ديالو. ولكن كيف ممكن انه نوفقوا بين الكوطة وفي نفس الوقت ما نضربوش الحق او المساواه بين الجنسين؟ لانه يعني البعض كيقول لك الكوطة تضرب هذا الحق هذا المساواة بين الجنسين. المساواة هي واحد الهدف اللي على المدى الطويل. نعم. يعني حتى دول اللي يعني فايتنا في يعني في هذا المسار ديال الديمقراطية وتمكين النساء مازال ما وصلتلوش، فبالأحرى حنا اللي نتلمس خطواتنا في هذا الإطار. المساواة هذا مطلب ديالنا، ولكن مرحليا باش نقدروا نوصلوا للمساواة، لأن ما يمكنناش نتحدثوا على المساواة وحنا ما عندناش المساواة في الحياة ديالنا في جميع مناحيها على جميع المستويات. ما كايناش مساواة، ما كايناش مستوى المساواة في وسط العائلة، ما كايناش مساواة في المقاولة، وما كايناش مساواة في الوظيفة العمومية، ما كايناش مساواة على جميع المستويات. وهذه المساواة، هاد انعدام المساواة فيه تراكم ديال قرون. نعم. ماشي ديال عقود ولا عقد ولا عقدين. حنا التحولات عرفناها في العقدين الاخيرين وفي منتصف التسعينات. ما يمكنناش اليوم نجي نتحدثوا على المساواة ونخليو الامور، وهذه تجربة ماشي المغرب اللي دارها، هذه تجارب ديال دول اخرى اللي سابقة انا كما قلت عندها يعني تراكم كبير في اطار تمكين النساء على المستوى الحقوقي ولا السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي.
التجربه عطات النتائج ديالها، ولا على التجربه ديال المجلس الاعلى للسلطه القضائيه اللي فيه تمثيليه هذه المؤسسه الدستوريه يعني. ايه عطات الاكل ديالها، حنا كنشوفوا تمثيليه النساء، يعني القاضي اللي كان متعود كيشوف الجهاز ديال الرئاسه ديالو غير الرجال غادي يشوف اليوم مع الوقت تتغير، لان القوانين تغير العقليات، القوانين كتربي وكتعلم وكتادب. النهار اللي تفرضت الغرامه على الصمطه في وكلشي تربى دابا كيدير لا سانتور، يعني القوانين كتربي المجتمع، كتاهل المجتمع. اليوم الكوطه كاجراء انتقالي، احنا ما كنقولوش الكوطه تبقى مترسخه. اليوم كنظن في البرلمان مؤسسات اخرى اللي توضعت فيها هاد الآلية الكوطة أعطت نتائج، لأنه في الحقيقة يحز في النفس. أستاذ عائشة قلنا عندنا واحد خمسة ديال الهيئات، مراكش وجدة صفر يعني. إيه طبعا هذا الأمر يحز في النفس. لا وأنا صفر محامية، أنا خمسة الهيئات تقريبا فيها هيئات. صفر محامية لأكثر من هذا، زميلات اللي ترشحوا نقيبات كيحصلوا على 12 صوت. يعني هذا وراه حتى التمثيليه من خلال الجرد اللي قمنا به داخل انفاس بريس، يعني حتى التمثيليه النسائيه في الترتيب كنلقاهم في ديل الترتيب، يعني الخمسه الاخرات يعني هما اللي ممكن حتى الاخرات كاغي. ما تكلموش حنا على النقيبات في وجده ولا اللي في دابا. انا كنقول لك عدد الاصوات بالنسبه للزميلات اللي خداو المبادره وتشجعوا يترشحوا نقيبات، عدد الاصوات اللي حصلوا عليها. هذا ان كونستا، الا درنا هذا التشخيص غادي يعطينا النتيجه، نوصلوا بان العقليه الذكوريه سائده وما تسمحش للمحاميه يدير. كاين هيئات اللي فيها زميله وحده اللي تمكنت انها تحصل على، كاين هيئات اللي فيها جوج زميلات، يعني اكثر من ثلاثه زميلات ما كاينش. كاين هيئات اللي كانوا فيها اربعه الان اصبحنا امام اقل تراجع كبير. لهذا هذه ارقام واحصائيات، إن دلت على شيء فإنما تدل بأنه هناك عقلية ذكورية سائدة داخل الوسط المهني للمحامين، لما تسمحش للمحاميات طيب أنهم نعم. يمكن يتمكنوا من القرار، لأنه شنو؟ المحامية ما كاين مشكل تدير أي طاش أخرى في تدبير المهنة، يمكن يستدعيوك تجي تأطر، يمكن يستدعيوك تدير نشاط ثقافي، يمكن تمثل، ولكن ما نعطيكش المركز القرار اللي هو النقيبه والمجلس. ما يمكنش نفس الشيء في جميع المؤسسات الاخرى، لولا ان الكوطه ما كايناش فيها ما كناش غنتمكنوا، ما كناش غادي نشوفوا البرلمانيات في الغرفتين، وما كناش غادي نشوفوا في الجماعات. اليوم عندنا مستشارات في القرى وفي المدن الى غير ذلك، لان الكوطه فرضت هذا الشيء. الكوطه فرضت في المؤسسات، المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، المؤسسات الاخرى كلها فيها كوطا ديال تمثيليه النساء. علاش وسط المحامين كنرفضوا؟ طيب حنا الان كنتكلموا على خلفيه انتهاء الانتخابات المهنيه، الان حنا مقبلين على الانتخابات ديال جمعيه هيئات المحامين في الولايه السابقه، ربما كان صفر مكتب الجمعيه. الان شنو هو التطلع ديالكم داخل التنسيقيه من اجل تدارك ما يمكن تداركه في هذه الانتخابات المقبله؟ حنا بالاضافه لترافعنا من اجل تغيير القانون وتمكين النساء عبر الاليه الكوطا، طبعا احنا مقبلين في الاشهر المقبله انتخاب مكتب جمعيه هيئات المحامين بالمغرب. كما قلت الولايه الحاليه فيها صفر تمثيليه للمحاميات، كانت احنا غادي نواصلوا نضالنا. طبعا هذا انا كما قلت لك هذه قضيه عادله، احنا مؤمنين ومؤمنات بها، نواصلوا نضالنا، سنتواصل مع الهيئات المنتخبه، مع النقباء المنتخبين، من اجل يعني على الاقل بين قوسين يعني دهنتم داخل التنسيق، واش كتمثل المحاميات كلهم ولا الباب مفتوح؟ لا الباب مفتوح. حنا مبادره خديناها كمجموعه الزميلات من اجل يعني الترافع فيما يتعلق بتمثيليه المحاميات. هناك تنسيقيه اخرى على حسب علمي تم تاسيسها كذلك تشتغل في نفس الاطار، ويمكن لاي مبادره اللي الهدف ديالها هو الدفاع على المحاميه يمكنها يعني تساهم، لان الهدف ماشي شخصي. انا شخصيا ما ترشحتش الانتخابات كاع المهنيه، ما وما عنديش الهدف ديال نترشح فيها، ولكن عندي هم حقيقي ديال تمثيليات المحاميات. كيف يعني اليوم في 2024
التحولات كلها اللي عرفها المجتمع المغربي، اللي عرفتها المؤسسات، مجموعه ديال المؤسسات في تمثيليه النساء. نجيو للوسط، المحامين كما قلت لهم النخبه ما لقاوش تمثيليه طيب النساء، يعني او يعني لا ضعيفه يعني بهذا الشكل. هذا الضعف في التمثيل النساء واش ممكن انه ينعكس على جمعيه المحامين؟ اي طبعا طبعا، لان اللي كيكونوا في الجمعيه راه هما اللي ممثلين ديال الهيئات المنتخبه، وطبعا سينعكس. نتمنى انه يتم تدارك هذا الوضع اليوم اللي كاين في مكتب الجمعيه، لانه انا استغرب كيف الزملاء نقباء واعضاء مكاتب الجمعيه كيف تس ما كيتحرجوش من انهم ما كاينش مناصفه في الاجهزه، كيف ما كيوضعوش هذا السؤال، ما كيفكروش في هذه المساله، واش كيعتبروها ثانويه؟ مساله غير ماشي ثانويه. انا قلت لك اليوم من بين التحديات ديال المغرب هي انه يكون هناك تمكين للنساء، يعني نفرض اليوم اننا نكونوا في مستوى المرحله كمحامين وكمحاميات، على الاقل نعطي واحد الاشاره في مكتب الجمعيه باننا راح نخطو الى تغيير هذه الوضعيه ديال الحيف الممارس في حق المحاميات في تدبير شؤونهم وشؤونهن الى جانب زملائهم. كنتمنى ان احنا سنواصل طبعا كل المبادرات من اجل يعني تواصل مع النقباء، مع المجالس المنتخبه، باش على الاقل واحد المبادره على الاقل اللي تسمح لهاد الزميلات اللي هما تنتخبوا يتمثلوا في مكتب الجمعيه. ومن بعد الهدف الاساسي ديالنا هو وضع مقتضيات قانونيه في مشروع قانون المهنه، اللي اليوم هو طور النقاش اللي كنعتبروه مساله لا بد منها، وما يمكنناش نتقدموا الى ما طرحاتش حاليا بشكل انتقالي في افقي، يعني اننا نوصلوا للمساواه عندما تتغير العقليات، واللي هناك طبعا وعي بان حضور النساء ومشاركتهم في اي مجال كما قلت سياسي اقتصادي اجتماعي وكذلك مهني ومساله عاديه داخل المجتمع. استاذه عائشه قلاه، وانت المحاميه والحقوقيه منسقه تنسيقيه محاميه من اجل المناصفه، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا للانفاس دائما وسط القضايا الساخنه ومتتبعه لكل المواضيع المهمه في اطار دائما خلق وعي داخل المجتمع. شكرا لكم. شكرا لك مشاهدي الكرام، شكرا جزيلا والى اللقاء.